نعمل لقاء. الكتابة اهو يا جماعة، تمام. هوريكم الوصفات اللي فيه، انا مشاركة فيه وصفتين. طبعا حاجة كويسة جدا، حاجة مشرفة جدا جدا ان انا مشاركة في كتاب دخل مهرجان الكتاب ومهرجان معروض وفي عليه اقبال وباع وسعره كمان حلو قوي قوي قوي. انا مبسوطة جدا جدا ان انا شاركت في كتاب زي ده، وان شاء الله باذن الله يكون بداية لنجاح كبير 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 ان شاء الله باذن الله. مرسي ليكم جدا جدا جدا. يا صباح الجمال ويا صباح السعادة، صح كده؟ وازيكم حبايب قلب سيسي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا سموره. ازيك يا سمر؟ ما تطلعي لي صوتك كده يا حبيبتي. طلع صوتي ولا صوت يا اختي؟ طلعي لي صوتك كده يا حبيبتي. احنا رايحين فين بقى النهارده؟ معرض. رايحين فين؟ معرض. ايوه كده، علي صوتك. حضرتك لعلقي طالما مع سيسي. تمام. رايحين معرض نعمل ايه؟ ناخد الكتاب. ناخد الكتاب. بسمع. بقول لك ايه، ركزي عشان ما تنسيش النهارده. ركزي هنا ولا هنا؟ ركزي هنا وهنا. ماشي. هروح المعرض يا جماعه. احنا كنا عاملين كتاب كده كلنا مجموعه كده من البنات والشيفات طبعا والكلام ده كله. النهارده هنستلم الكتاب بتاعنا من معرض الكتاب اللي في التجمع، وطبعا احنا تايهين. تمام. وبصوا تايهه بيا، احنا النهارده تايهين وبندور كده، هنمشي على اللوكيشن ومش مجمع. واللي يعرف بقى يا جماعه نروح ازاي يا ريت يكتب لنا في الكومنت. يا ريت يا ريت. وده فيديو مش بس عشان. وايه رايكم النهارده في الحته دي؟ قمر انت مزه خالص. ايه رايك؟ شياكه وايه الاناقه دي؟ ايه الاناقه دي؟ ها ايه الاناقه دي؟ وفي حته معانا ورا وعد. وعد القمر وعد معانا. رايحه معانا النهارده عشان هي خدت بقى الاجازه، فمش عارفه اوديها فين. ومروان عنده امتحان في الاعداديه. انا بصي بسيح كل حاجه. مروان عنده امتحان في الاعداديه، دعواتكم بقى. طب وانت عندك امتحانات ايه؟ ما تقولي. انا؟ ايوه. احنا خلاص خلصنا في اولى ثانوي، خلصوا من الخميس. يلا على خير ان شاء الله. امال هتخلص النهارده ان شاء الله. المهم ايه؟ احنا هنروح شغالين اللوكيشن وقفلي البتاع بتاعك ده، خلصينا. لا اصبري بس، احنا رايحين المعرض بقى، ما نروح هنصور لكم كل حاجه. تمام؟ يلا باي باي دلوقتي. باي. استنى اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. تمام؟ استنى ما تقولناش الحمد لله. الحمد لله. استنى كده، احنا عندي قاعه اتنين هنوريكم كده اهو. بصوا كده معانا هنا اهي. تمام. في اسمه معرض الكتاب. احنا معانا كمان، بصوا فين كده يا جماعه القاع. طب احنا فين القاع بتاعتنا؟ هنا فين؟ انهي واحده؟ احنا كده هنلف لف جامد. اهو ايه بقى رايك في جيجي؟ جيجي دي عسوس بس ميربت احلى. ايوه انا جيت كنوت. انا جيت كنوت جيجي. قلبي قلبي ايه ده؟ شايفه بيقول لك ايه؟ شايفه بيقول لك ايه؟ ميربت ايه؟ حبيبي يعني كرشه جيجي يا جماعه، والله العظيم والله العظيم جيجي دي حته في القلب. لا جيجي ربنا يوفقها، عامله شغل كويس. محدش يقدر ينكر المجهود اللي عملته في الفتره اللي فاتت. حد مجتهد على مستوى المعرض العلمي، متواجده في المعرضات، متاحه متواجده في الكتري، رجعت الكتري بقوه. نقول الحمد لله، نقول مبروك. ونتمنى لها كل النجاح والتوفيق. وانا بعتذر لك ان شاء الله. ولسه بقى بنشوف الحفله بتاعتنا 25 في مستويات راديو الاذاعه. ان شاء الله تيجي معانا في راديو الاذاعه. طبعا مش هنعرف لسه. طبعا مين نتمنى لها التوفيق كل النجاح. حلو الفيديو ده، حلو قوي. قمر اهي معانا، بنت قلبي جيجي. قمر انت يعني احنا عمالين نتقابل مع بعض
بجد حاجه جميله جدا بجد، كانت منوره القناه عندي والله العظيم. فرحت جدا بالفيديو اللي نزلته قريب وبجد سعيده بيها جدا. والنهارده يا مجمعين الجميل ده، بصي الجميل ده حاجه بجد مشرفه جدا وحاجه جميله قوي. يعني وصفاتنا كده دخلوا بجد حاجه مشرفه في كل بيت والله العظيم. سعره مش غالي خالص جدا، وبعدين ان هو فيه حاجات مثقفه ان انت كمان تتثقفي، مش بس مجرد وصفات وخلاص. ايوه يعني بجد حاجات جميله جدا، شفات ودكاتره بجد محترفين جدا، فبجد حاجه جميله قوي والله العظيم. حبيبتي يا سموره والله العظيم بابا مبسوطه لما بشوفك، وانا والله دايما على طول تطمن عليا على الواتس. الله يخليك يا قمر، ميرسي والله نورت يا رب، نورت فيك يا رب. هو يتعمل اعلام او يتعمل ده كنا حصلنا من نفوس، لكن معالي المستشار والدكتوره داليا رفضوا ان هو يعود بمال على اي حد. هو موجود داونلود لكل الناس، موجود الكتاب بسعر زهيد، اربع كتاب حاضر، كتاب طبعا واحد شاب، لكن انا بعتبر ان ده واحد شاب، لكن بعتبر ان الناس اللي ورا دي كلها اقدر اقول لكم الناس اللي ورا دي كلها كل دي مشاركه في الكتاب. طبعا كل الناس اللي موجودين ان شاء الله. طبعا غياب طويل، اسبوع اسبوع ما شفتهاش، وحشتيني على فكره. انا هقطع الفيديو بس. تعال انا عايزه اسال الدنيا السؤال اللي ايه. انا مذيعه في بانوراما بجد برضو. طب اي واحده اهي، يلا لا مش هينفع. ممكن انا اعمل لقاء؟ لا طبعا الثانيه البطاطا بتهيالي برده مفيش ارخص. لا انت حاسه بالناس، انت على قد ايدي ولا لا؟ حاسه بالناس يعني ما يكونش على قد ايدي ولا لا؟ على قد جميله جميله والله بتاعنا اللي هو ايه البطاطا، بتهيالي مفيش ارخص من كده. تسلم. يعني مش على قد ايدي ولا لا؟ على قد ايدي، على قد ايدي حتى في الكتاب،
البانيه بس عامله بقى القرنبيط بتتخن وبطاطا بقى كده. تعالي قولي بقى على الايه، على البانيه جبنه. انا حبيت ان الفرخه بتشارك موجوده في كل بيت برضو على قد الايه. الميني جبنه انت مش خدتي وما تكلمنيش، انا حبيت اشارك بوصفه واحده يعني الصفحه كامله عشان تبقى الوصفه مفصله افضل وفيها الصوص والسلطه وكل حاجه. الفرخه بقى عندكم فرخه بقى في الثلاجه الصلايه بتشتغل على طول. انا اللي عايز بقى وصفتك. البانيه بيتزا اهي. تمام. عامله انت بدل معجنات عامله بيتزا بس بانيه، عامله البانيه البانيه اخدته وعملته بطريقه البيتزا وهو بقى موجود عندي على الصفحه. تمام. بس انا كتبته كده في صفحه واحده عشان تبقى ايه باينه، مفصله كده وباينه. تمام. وعلى فكره انت دخلتي بيه المسابقه. ما هو عشان كسبتي يعني. ايوه طبعا. انا ما دقتش. عايزه ادوق بعد اذنك. والله عشان احكم بقى قدام الناس على فكره. مره كده ان شاء الله اعملها لك. لا تجيبها لي دليفري في اي مقابله كده. مقابله. طب خليك على قد ايدي. حسي بيا على قد ايدي. انا عامله قرنبيط وعامله بطاطا. عامله قرنبيط وبطاطا. ايه رايك بقى؟ البطاطا بقى عاملاها بطريقه مفتكسه بجد والله العظيم. معاكي الكتاب. كتاب معايا وانا بقى معايا الكتاب. انا رخره وهشوف الميني بيتزا بس كده. وانتوا كمان هاتوا الكتاب على فكره سعره حلو قوي. من سنة انا بيتهيألي من قرن. انا بقى انا من قرن. ويربنا يخليكوا ليا ويديمكوا نعمه في حياتي. احبكوا قوي. باي باي.